في منتزه هنا على الطريق الصراحة، وبجنبه كشكات لبيع عسل النحل، والعسل هنا صراحة رخيص. أنا لست خبير بجودة العسل ولكنه رخيص. هذا السدر، طب السدر كيف أنت السدر؟ الحين ما في زهر سدر. هذا عسل السدر، وهذا الطلح، وهذا السمر. شاهد اختلاف باللون. وهذا العسل بشمعه كيلوين ونص. كم خلي؟ 180 على كتب. يلا 180 كيلوين ونص. ايوه ما شاء الله. طبعا ما راح اخذ هذا لأنه يحتاج تصفيف. اشتري كيلو ب 100 ريال يا حبيبي، حط له فطور بدل ما تشتري كيلو عسل البنده. هل يتوشفه او ما شفه؟ خذ ذا يا اخي. شوف في شوايب، ما في بعد صافي، في شوايب. لازم شويه عشان بعض الناس تتاكل. اهم شيء الحركه هذه بالعسل.